الشر سببه إن ربنا أرادنا أحرار وأراد الكائنات كلها حرة بدرجة متفاوتة وأكثرها حرية هو الإنسان، وبالتالي حيترتب على الحرية أن يكون هناك هامش سماح، لأن نتيجة الحرية كل واحد عاوز يبلع في بطنه كل حاجة ويحط إيده وجيب التاني، والنتيجة اتنين بيتخانقوا والدول بتتخانق وتحصل الحروب. فهي دي ترتبت على دي، يعني الحروب والشرور أصبحت قرينة للحرية، والحرية هي قرينة للحياة، وهي دي السنة اللي ربنا أرادها أن نكون أحرار. وعشان كده كان لابد من أنه يعمل هامش سماح. لكن مش معنى كده ان الدنيا كلها شر والحروب مطلقة الصراحة، ابدا. ده الحروب ربنا جعل لها موازين، والشرور ربنا جعل لها موازين، والصراع سمح به لكن في حدود. الكائنات مسلطة على بعضها صحيح في تنازع بقاء، لكن ليس في حروب إفناء. يعني بتيجي اللحظة لما يجي الجبروت يزيد عن حده والطغيان يزيد عن حده، يتدخل ربنا بلطفه ورحمته ويقول وقف عندك، كل واحد يرجع لحدوده.